تشوفون وأنا قاعد أقولها وإن شاء الله راح تشوفونها نيو وفرة. أبو سعد أشكرك على حضورك، أنت أبو سالم وشرفتونا بالوفرة. أكيد في راح تكون في تشالنجز، ربعنا من الساك وإحنا كي جي أو سي وان تيم نعمل صالح الجوينت أوبريشن. المستقبل واعد، يحتاج تركيز، يحتاج إلى تعاون، يحتاج work as a team. فالله يوفقكم وشرفنا أن نكون شارككم اليوم، اليوم الأول التدشين، وهذا أقل شيء نقدر نسوي. جاهزين إن شاء الله. اليوم يبدأ إعادة الإنتاج وهو على حسب الخطة المرسومة 3 أشهر. والله إحنا جاي اليوم نشكركم ونبارك لكم على الإنتاج. البركة أهم شيء عندنا، سيفتي الموظفين وأمانتكم أهم شيء. وجودكم إن شاء الله.